تلك، وانتشرت فيها الخرافات، وانتشر فيها التبرك بالقبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله. فهو بدأ يدعو الناس إلى أن يعودوا، بدأ يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الرجوع إلى المنابع الصافية، نعم، إلى القرآن والسنة. وقد هدى الله على يده الكثير، وأولئك لديه كتب في العقيدة، وكتب جميلة جدا وبسيطة، فيها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، يعني كلام واضح يبين فيه العقيدة الصحيحة التي تخلو من الشركيات ومن البدع. نعم، دير علاش بحث، قم ببحث، اكتبه في جوجل، اكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقرأ عليه، تقرأ عنه المعلومات، ستعجبك إن شاء الله.